لما شفتوا الفيلم بقى بتمثلوا لكن ما بتقوش شايفين الفاينل برودكت او النهايه المنتج النهائي، لما شفتوا الفيلم هما شافوه في السينما على فكره. لما شفتوا الفيلم لاول مره والله ما رضاش يخليني طبعا كان رؤوف كان معاه مشاهد وراها لمصر كلها قبلها يعني انا وصلت ان انا بقابل ناس على الطياره يقولوا لي ده رؤوف فرجني على حاجات من الحريفه بتاع يعني ما ده جزء من الماركتنج هايل. لا ده جزء من الماركتنج هايل هو بس عامل هم ال 18 واحد اللي انت فرجتهم هم دول 18000 لا بجد لما شفتوا المنتج النهائي حسيته يقول يا نور للامانه حاجه هقولها يمكن اول مره اقولها على الفيلم ده انا وانا صغير عندي 5 سنين وست سنين كنت بتفرج على افلام حبيتها جدا وهي دي السبب في ان انا عايز امثل هي كانت دي سبب افلام ادتني امل وادرينالين وخلتني مستمتع انا لما قعدت وانا بتفرج على الفيلم ده الحاجه الوحيده اللي جات لي ان ده الفيلم او ده نوع الافلام اللي خلاني ادخل للمهنه دي اساسا يعني حسيت من الفيلم ده ان الفيلم ده حقق جزء من احلامك او قال لك انت على السكه الصح هو حقق حلم كبير قوي عندي مش 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 قليل الفيلم ده في حياتي انا مش قليل لان انا حلمت بده وشفته في دماغي من وانا صغير انه يتحقق